السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعي سناب رئاسة الحرمين. اللهم صيبا نافعا هنيئا غير ضار. تكثف رئاسة شؤون الحرمين تطهير وتجفيف صحن المطاف عقب هطول مياه الأمطار. نتابع. والآن مع بداية أعمال تطهير وتجفيف صحن المطاف. تكثف رئاسة شؤون الحرمين أعمال تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات في اليوم. يلا بيسار، يلا، الله، تمام عليك، يلا بيسار.